تحدثنا عن الحرب الشاملة وقلنا أننا أصبحنا أقرب لهذه الحرب بحكم المعطيات والتصريحات التي تصدر الآن. ماذا عن وضع العراق في هذه الحرب؟ يعني شوف، نجي نفصل. احنا الحرب الشاملة هذه حرب هجومية أم حرب دفاعية أيضا؟ الحرب الشاملة بالمفهوم العسكري، أنت إسرائيل لديك لبنان، سوريا، الأردن، مصر، العراق. العراق يعني نستبعد، لكن نتكلم عن الدول اللي هي تحيط بالكيان الغاصب أو الكيان الصهيوني. الحرب الشاملة معناتها تحرك هذه الجيوش، جيوش هذه الدول أو بعض جيوش هذه الدول، تمام، باتجاه الاشتباك مع إسرائيل، مثل ما حدث ب48، مثل ما حدث ب67 أو ب73. هذه هي مفهوم الحرب الشاملة التي تكون كل الخيارات مفتوحة بها وكل عمليات الاستهداف مفتوح بها لضرب أو لإجبار الكيان الغاصب على تحجيمه، نهايته، محدوديته، بمختلف العبارات أو الكلمات التي تستهدفها. هل هنالك استراتيجية متفق عليها بين الدول العربية الآن، سواء دول المواجهة أو الدول غير المواجهة، باستخدام القوة والهجوم على الكيان الصهيوني الغاصب؟ أنت منذ حرب 7 أكتوبر، بداية طوفان الأقصى، ولحد هذا اليوم ما شاهدنا هجوم أو موقف جيوش تتحرك أو تريد أن تتحرك أو فتح مفهوم، اسمح لي، مفهوم الحرب. أنت عندك حماس بدأت بهجومها على إسرائيل على المستوطنات، بعد ذلك دخل حزب الله في المواجهة المباشرة لأولا فك الضغط عن حماس ولإلهاء الجبهة الأخرى أو جعل جبهة أخرى مع إسرائيل هي جبهة المواجهة. هذا ما تحقق بعد 7 أكتوبر وبعد تقريبا شهر أو شهرين من بداية المعركة. لكن تتحد وطبعا دعم، هنالك دعم من قبل إيران، من قبل دول أخرى للمواجهة مع إسرائيل باليمن، الحوثيين تحركاتهم بالبحر، خليج عدن، ميناء الحديدة، الحديدة عفوا، في جنوب لبنان، في فلسطين نفسها، في المواجهة. الجبهة السورية كانت جبهة هادئة خلال الفترة الماضية، هذا لا يمكن إنكاره، لم يكن هنالك تحرك من خلال الجبهة السورية، وهذا أيضا من ضمن استراتيجيات المواجهة التي يجب أن يكون فيها سؤال: لماذا الجبهة السورية حيدت أو أوقفت؟ الجبهة المصرية اللي على مدى 70 سنة هي جبهة مواجهة مع إسرائيل، صح لو غلط؟ لماذا الآن السكوت الجبهة المصرية؟ هذه كلها تساؤلات. ما الذي سيكون؟ هل هي حرب شاملة؟ هل هي حرب استنزاف، دفاعية، ضربات محدودة؟ أول مقصود في الحرب الشاملة أن تكون المواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران. الدول الأخرى، ليش الدول الأخرى؟ إيران مو دولة مواجهة. أنت من نحكي بال، لا، هذا المشهد الذي حصل سيتكرر، الصواريخ، الطائرات، لا، مو هي باوة أيضا. هو مو مفهوم حرب كاملة بين سواء إسرائيل أو إيران. إذا كانت حرب شاملة فهنالك صواريخ من البحر ومن الجو. الجغرافيا تحكم، الجغرافيا تحكم، جغرافيا، الموقع الجيوسياسي، هذا كله يتحكم في المواجهة. حرب أنت تتحدث عن المحور العربي في هذه المواجهة. هو ماكو مواجهة مباشرة، ماكو جيوش تتحرك أو تريد أن تتحرك. حرب استنزاف، حرب مواجهة بين فصائل مجاهدة عسكرية ضمن محور المقاومة، ضمن محور المواجهة.